شاء الله يوم مهم جدا 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 بالنسبه لكل الاهلاويه في كل مكان، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا عندنا هدف واحد ملوش تاني، هو التتويج بهذا اللقب، وده بدوره هيحقق لنا رقم قياسي باسم النادي الاهلي لتحقيق النجمه ال11 وحصد اللقب الثالث على التوالي، وان شاء الله ده يحصل باذن الرحمن وكلنا نسعد بهذا الامر. طبعا عندنا تفاصيل كتير حابين نتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا في الجزء الاول من الفقره الحواريه الاولى يعني من هذا البرنامج، كابتن فتحي نصير مدرب منتخب مصر والاهلي السابق وايضا المحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والافريقي. صباح الفل يا كابتن واهلا بحضرتك. صباح الخير كريم. صباح الخير. بونجور واحلى بونجور كمان. الحمد لله. وان شاء الله يوم الثلاث كلنا بقى نقول بونجور وصباح احلى نصر باذن الله بعد الله. مباراه هتكون يعني الاقوى، وزي ما بيتقال كده ان شاء الله نفوز ونكتب التاريخ، لان كتابه التاريخ هتكون مش حاجه مقرره، احنا يمكن لوحدنا في كتابه التاريخ بالبطولات الكتير المتتاليه زي ما بيتقال. يعني قبل ما نروح لهذا الملف، لان ده ملف فيه كلام كتير جدا، خلينا نروح سريعا لامبارح ودوري ابطال اوروبا والجمال بقى في المشهد واللعب والحاجات الصغيره اللي انت بتتفرج عليها وتقول واو، بس في نفس الوقت ازاي بيبقى فيه في كره القدم، وحضرتك تقول لنا بخبرتك، فريق بيلعب حلو قوي وما بيفوز، وفريق ما بيعملش ربع اللي هو بيعمله وتلاقيه هو اللي فاز وببطوله. دي ليه بيقولوا كره القدم مجنونه؟ مجنونه حلو ده. فعلا مجنونه. مجنونه ليه؟ ممكن ما بتديش كل واحد حقه، والمجنون ده ما بيعرفش يقيم. صح. فهي مجنونة ما قيمتش امبارح، فريق بيلعب وفريق يفوز، يعني الفريق اللي لعب والفريق اللي أدى والفريق اللي هاجم والفريق اللي ضغط وعمل كل شيء في الكرة. لو نشوف حارس مرمى ريال مدريد قد إيه وقف على الكرات، أو الكرة كانت فين طوال 90 دقيقة وطلع كام كرة كان ممكن تجول. صحيح. بعكس ليفربول مفيش. يبقى إذن كان فيه هجوم ضاغط وكان فيه أهداف ضايعة من ليفربول. أيوه. هنا التوفيق تخلى عن ليفربول أمس، وبالتالي اللي نهواد بتتكلم عليه ده خلانا مؤخرا نسمع مصطلح ما كانش بيتقال زمان، فكرة إن في ماتش معين أو مباراة بعينها يقولك المباراة دي إيه، تكسب ولا تلعب. احنا طول عمرنا عارفين ان لكل مجتهد النصيب، وطول عمرنا عارفين ان انت عشان تكسب لازم تلعب، اتضح ان مش بالضروره. هي دي بقى كريم ايه، لو مش نهائي ممكن اقول لك كان ليفربول يكسب. لكن ريال مدريد تعود زي الاهلي كده، تعود على النقهيات مهما جاله فرق قدامه. يعني انا بتكلم قبل ماتش بكره، انا بدي مثل بس. دي بشائر الخير، او بشائر الخير بتقول القاعده دايما إن الفرق الكبيرة، الفرق المتمرسة على النهائيات، على حصد البطولات، هو عمل بطولة 14، إن الأهلي داخل على الـ 11، فإذا التقارب ده بيقول لنا إن الفرق الكبيرة، الفرق اللي هي منظمة للبطولات، القادرة على حصد البطولات، هي اللي بتيجي تنفذ كلام اللي بتقوله حضرتك إيه؟ تلعب ولا تكسب. ولا تكسب. لا. دي هنا بقى تكسب ولا تلعب. هنا العب وما اكسبش ده ليفربول، لكن ريال مدريد كسب وما يلعبش. ده النهائي دايما كده، والنهائي متعود عليه النادي الاهلي وتعود عليه ريال مدريد. طيب ده بالنسبه يعني امبارح، ولو ان برضو في كلام عايزين نقوله، ولكن خلينا نروح للملف الابرز بتاعنا، لان انا بقى عايزه اروح معاك، لان احنا شفنا مشهد رائع جدا في بدايه الحلقه، وهو الجماهير، ومراسلنا العزيز فاروق صلاح قال لنا ان خلاص يعني الدنيا كومبليت زي او كومبلي زي ما بيتقال. طبعاً طبعاً. الحمد لله، يعني ده اللي احنا كنا عايزينه وقد كان. وانا وكريم برضو قلنا نقطه مهمه وهنكررها تاني، في ناس سافرت وشالت من الفلوس اللي هي اللي زي ما بيتقال كده بيتها اولى بيه علشان تسافر وعلشان تبقى موجوده مع الاهلي. قد ايه الموضوع ده يعني محترم؟ في ناس كتير حب النادي الاهلي ده في دمهم، فارهم، بيضحوا باي حاجه، مش موضوع ماده ولا موضوع مثلا ان انا هسافر وهتعب مانيش رايح المغرب عشان اتفسح واخد إيه، لا ده انا رايح عشان اقف مهمه رسميه، اكون في مدرج اللعيبه تشعر بيا فتقدر تديني. فاللعيبه هيبقى عندهم هدف برضو ارضاء الجماهير اللي جايه دي، ارضاء الجماهير اللي في مصر،
ارضاء غرورهم في ان هم لازم يحققوا ال 11، هيبقى في دوافع كتير للفرقه. يعني كل ما كانت الفرقه عندها دوافع اكتر من دافع، بقول دوافع مش دافع واحد، الدوافع دي بتساعد. هل انت مثلا جمهور المغرب هيجي جاي من بيته جاي ماشي، ممكن يجي ماشي، ممكن بعربيه صغيره، ممكن اي حاجه، هيجي على المدرج. لكن جمهور النادي الاهلي ده قاطع المسافات والاميال ومعدي البحور ومعدي الانهار ومعدي كل ده في سبيل النادي الاهلي. اعتقد انه حتى التفصيله بتاعت الملعب والجدل اللي اثاره طبعا هذا الملف الفتره الاخيره، حتى ده برضو ممكن النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ياخدوا منه حافز ودافع ان هم يعني كل دي يولعوا الدنيا وقتها. كل دي هذه الدوافع لصالح النادي الاهلي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يمكن ربنا عمل لنا كده عشان اللعيبه الطاقه المكنونه اللي جواها دي ما تخرجش من كلام مدرب، بتخرج من الدوافع دي بقى. دافع ايه؟ ان الجمهور اللي جاي من اخر الدنيا، ان انا بلعب هنا غصب عني، التحدي في حد ذاته وربما يكون دافع كبير. كل واحد في تحدي للعيبه في سبيل النادي، في تحدي للعيبه في سبيل نفسه ان هو عايز يأدي، في تحدي ان هو عايز يعمل بطوله، في تحدي ان هو يشوف الاتحاد الافريقي عمل فيه ايه. في دوافع كتير لو بصيت لكل جانب منهم هيخليك انت تبذل كل طاقتك. رؤيه حضرتك بقى للقاء الغد ان شاء الله، مطمن لايه وقلقان من ايه؟ مش بقول قلقان ولا حاجه، انا بقول مطمئن الى حد ما باذن الله للكلام اللي قلناه. فرق البطولات ما يتهبش عليها في النهائيات. حلو. اي فرقه بطوله اهاب على النادي الاهلي لو هو مش متعود ولا متمرس انه يلعب نهائيات. لكن طالما الفرقه تعودت على النهائيات، الفرقه تعودت، الاداره تعودت، الجهاز الفني تعود، الجمهور متعود على كده، فدي بتدينا دوافع فيها ثبات وفيها استقرار نفسي واستقرار ذهني واستقرار داخل الملعب. دي بتدينا دافع. الفرق اللي قدامك ما عندهاش الدوافع دي ليه؟ لان ما عند يعني تجارب النهائيات قليله عندها، فخبراتها فيها قليله، ودي لها تفاصيل صغيره. المباراه النهائيه النادي الاهلي عارفها كويس قوي ومر بيها كويس قوي، سواء لعب اول مره او كان بيتفرج على النادي او الفانيلا. خلاص اللاعب اللي بيلعب لاول مره هتلاقي الفرقه بهتت على ايه، يعني بالاسلوب البلدي كده، بتبهت عليه. يعني ايه؟ تتطبع عليه، بتخليها تتطبع بيها. ف دي اللي مديني اطمئنان يا كريم، ان المباراه ما هياش بالصعوبه. هي طبعا مباراه قويه، مباراه نهائي، اهدافها كتير، لكن احساسي وتوقعاتي ان شاء الله باذن الله فرقه النادي الاهلي باي 11 هيلعبه. مش هنتكلم في مين اللي هيلعب، مين اللي هيبدا، مين اللي هيستبدل، مين اللي هيغير، مفيش حاجه من دي مش هنتكلم فيها ولا هقول فيها. لكن هيبقى كالعاده الاهلي بمن حضر. يعني الاهلي هو هيلعب. الاهلي ده لو جينا دلوقتي في الظروف اللي هو بيمر بيها وهو حس، طبعا بنقول للعيبه بنعزلهم عن الكلام اللي بيتقال وعن السوشيال ميديا وعن الملعب وعن التجارب وعن الحكام وعن الحاجات دي كلها، كل ده اللعيبه هتكون عارفه. لا خلاص بقى عدناه بقى، عارفه يعني، عارفه وحافظه ومرت بالحاجات دي كلها. اللعيبه مش لسه بادئين، فاذا اللي متعود على حاجه هو عارفها. بقول بشرة خير ان ريال مدريد القاعده ما انكسرتش، ان فريق حاصد البطولات وبيستمر فيها مهما كان مستواه وحش قوي، لكن كسب وخد البطوله. ما قلناش ليفربول عمل كل حاجه في كوره ما كسبش. فالنادي الاهلي ان شاء الله ده فريق البطولات، ده فريق ريال مدريد بتاع افريقيا. كويس جدا. طيب هل لو هنروح شويه بقى ونتكلم عن الفنيات، هل ممكن نقول الوداد هيبقى فيه حظر شويه في ان هو يفتح الخطوط بتاعته، يبتدي يعتمد على الهجمات المرتده، ولا الوضع مش كده؟ لان دي خلاص دي مباراه البطوله، فهيكون بيهاجم زي ما متوقع من الاهلي وموسيماني ان هو يهاجم من الدقائق الاولى زي ما بيتقال. طبعا المباراه عايزه دراسة وعايزة حرص وعايزة فهم وعايزة تفكير عميق في إيه؟ أولاً الجمهور، إحنا بنقول هذا الجمهور لصالح فريق ضد فريق، أنا بقول هذا الجمهور ممكن يكون ضاغط بضغط عصبي على فرقة
الوداد بيحمسهم في بدايه المباراه، بعد كده بقى لكن بعد فتره يعني الجمهور ده هيبقى عبء على فريق الوداد. فريق الوداد هينزل بحماسه ان هو عايز يهاجم طبعا، مش ان هو هيلعب مدافع ولا كده، هيهاجم وعاوز يعمل، وعارف ان دي مباراه او بطوله المباراه الواحده، مباراه بطوله لا يعني بطوله المباراه الواحده دي ان مش مبارتين ولا كده، لكن مباراه واحده تساوي بطوله بالظبط، فمش مبارتين او فطبعا هينزل يدافع، لا هينزل يهاجم، وهاجم بقوه وبشراسه. النادي الاهلي عنده الحرص، عنده الاداء، عنده ازاي يمتص هذا الحماس حتى يحيد الجمهور، لان الجمهور في الاول هيبقى متحمس جدا لفرقه الوداد، الى فتره هيبدا يهمد الجمهور ويحيده. يحيده يعني ايه؟ يعني يخليه ما يشجعش هنا، ولا ما هو مش هيشجعنا، ما يخلوش يشجع الفرقه الثانيه. وبالتالي ده التعامل، يعني كل مدرب وهو بيحط الفرقه وبيلعب طريقه اللعب، وبعدين بيبقى خطه اللعب، عشان الناس برضو كتير بيقول لك اصل هيلعب بطريقه كذا وهيلعب بخطه كذا، دي بتدخل الخطوط في بعضها. في حاجه اسمها الطريقه اللي هي 3 4 3 4 2 3 1 4 3 3، دي الطريقه اللي بيلعب بيها، دي الطريقه اللي هي بتبقى على الورق. لكن الخطه، خطه اللعبه بقى واجبات اللعيبه داخل الطريقه، يعني الثلاثه اللي ورا دولت واجباتهم ايه لما تكون الكوره معانا، واجباتهم ايه لما تكون الكوره مع الخصم. وسط الملعب الاربعه اللي 3 4 3 مثلا، الاربعه دول دورهم ايه؟ دور كل واحد ايه؟ دوره ايه لما تكون الكوره مع فرقته؟ دور الكوره، دوره ايه لما تكون الكوره مع الخصم؟ دي اللي هي الخطه. فمفروض اي فرقه في العالم لها طريقه وخطه طبعا، لكن ما حدش يقول ايه ده هم بيلعبوا بخطه ايه، وواحد تاني يقول لا بيلعبوا بطريقه ايه. ما هو لازم يبقى في طريقه ثم خطه. طب لو بصينا لمشوار الفرقتين، لمشوار النادي الاهلي ومشوار الوداد المغربي في النسخه دي من البطوله، هنلاقي ان الاهلي بطبيعه الحال يعني الماتشات اللي لعبها كانت مع فرق نسبيا اقوى بكتير من الفرق اللي الوداد لعبوها، فدي ممكن تبقى فيها اشاره لشيء ما، دلاله على شيء ما. بالاضافه لكده عدى من مصاعب كتير ومطبات كتير نتائج التصفيات وضعت النادي الاهلي فيه، وضعته في ضغط عصبي على اساس انه لازم يكسب. يعني احنا خسرنا ماتشين ضد سان داونز، الفرقتين دول الماتشين دول اثروا علينا سواء في الترتيب او من الناحيه النفسيه طبعا. خلونا نلعب المباريات الثانيه، نلعب الرجاء، نلعب الماتشات، نلعب ماتشات السودان في الاول، نلعب الماتشات دي كلها واحنا تحت ضغوط عصبيه عاليه جدا. لكن اللي كسبنا ايه؟ روح البطل، وان الفريق متعود على كده. فاحنا عدينا من مراحل ومن مطبات كتير، الطريق لم يكن سهل طبعا. فريق النادي الاهلي طريقه لم يكن سهل الى ان وصل لهذه المباراه بعكس الوداد. لكن نقدر نقول يمكن وداد اخر مباراه هي اللي كانت شويه معاه، كانت يعني فيها صعوبه ان هو تعادل هناك وتعادل كسب هناك وتعادل على ملعبه، فدي مباراه واحده. لكن النادي الاهلي قبله كذا مطب، وفي نفس الوقت المطبات دي قدر ان هو يعديها، ما عداش برضه بالصدفه وبالحظ، لا، لان زي ما قلناه فريق بطوله، فريق البطوله ده يبقى فيه لعيبه قادرين انهم عندهم يعني ثبات انفعالي عالي جدا، عندهم مدرب قادر على استغلال امكانيات اللعيبه اللي قدامي، عندهم مدرب قادر على انه ايقاف خطوره الفرق اللي قدامه بادواته باللعيبه اللي عندنا. ما هو هيوقف خطوره الفرق اللي قدامه ازاي الا اذا كانش عندك اسلحه؟ ما هي اسلحتك؟ لعيبتي. طب ما تيجي نتكلم شويه عن الوداد كابتن فتحي، ونخش في اللعيبه، يعني نتكلم شويه عن اللعيبه، مين اكتر لاعب في خط الهجوم بتشوف ان هو اللي شويه ممكن نتوخى حذر منه، وكذلك ممكن نروح على خط الدفاع، يعني خلينا او الجول كيبر بتاعهم، خلينا نعرف منك تحليلك لفرقه الوداد قبل ما نخش على الاهلي. ما هو التحليل نهاوند بالنسبه لفرقه الوداد، اولا فريق مش واضح معالمه فمين هيبدا بيه، مش واضح معالمه طبعا يعني ما اقدرش، لان كان عنده اصابات كتير، ولو حللنا افراد وقلنا ده اخطر لاعب عندهم وده اخطر لاعب عندهم، كل ده كلام نظري، هو اداء اللاعب يوم المباراه هو اللي بيفرض نفسه، وتوفيق المدرب وتوفيق اللاعب في يوم المباراه هو اللي بيفرض نفسه.
فالتحليل بس اوقات الخطه بتوضع بناء عن برضو الفريق الخصم، يعني انا ببقى عارف الخصم عندي ده، ببقى حاطط خطه انا عايز يعني زي ما بيتقال كده اعمل تكتل على هذا اللاعب علشان اقدر اخش من ناحيه ثانيه، يعني ده اللي بتكلم فيه. فلو اتكلمنا في تفاصيل المباريات النهائيه دي بقى هي دي اللي لها تفاصيلها. كنهائي بقى كنهائي صعب، من الصعب يعني احنا مش عايزين نتكلم نظري، انا ممكن اتكلم نظري واقول عندهم اللاعب الفلاني بيعمل كذا واللاعب الفلاني بيعمل كذا وده، بس دي مباراه نهائيه ما اعرفش هو هيقامر هيجازف مدربهم يعني، هل يعني يقامر يعني ان هو هيلعب بهجوم وظهره مفتوح وما يهموش ولا كده، ولا هيلعب بحذر، ولا هيلعب باتزان دفاع ولا هجومي، كل دي هو بيمر بيها على حسب امكانياته وعلى حسب هو شايف ايه في النادي الاهلي. واكيد كل مدير فني قاري كويس قوي ومذاكر الفريق الاخر، يعني دي نقطه مهمه طبعا. الفيصل بين الفريقين هو الفريق القادر واللي حاطط قدامه كده حصد البطولات، مين اكترهم عنده المقياس ده بنقول النادي الاهلي، فانا مش متحيز للنادي الاهلي، انا بقول النادي الاهلي حقيقه يعني. ده ما يمنعش ان برضه اكيد في المقابل انت عندك فريق الوداد لو قارناه بالنادي الاهلي مش هيطلع بنفس الكيفيه كحاصد البطولات، لكن عنده طموح مشروع. بس كره القدم مجنونه. طبعا وعنده طموح مشروع ووصل بالفعل للنقطه دي. انا بس عايز استاذن حضرتك في حاجه، ان احنا الزملاء بيقولوا لنا لازم نطلع فاصل، فخلينا نقف عند النقطه دي بعد اذن حضرتك ونطلع فاصل ونرجع نكمل فيها بقيه كلامنا. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه حديثنا مستمر مع كابتن فتحي نصير، وأنا وكريم اتكلمنا في كذا نقطة مهمة مع حضرتك قبل يعني ما نروح فاصل، منهم فكرة هنا قراءة المشهد، حضرتك مش عايز تخش قوي في فنيات خاصة باللعيبة، طيب خلينا نروح للوداد شوية ونتكلم عن المشهد من الخارج، مش هنتكلم قوي في فنيات. لو رحنا لوليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، هو كان ليه تصريحات في السابق وكان ليه تصريحات لسه امبارح كمان، وكان غاضب على فكرة بالمناسبة برضه من الفريق بتاعه، لان كان في التمرين بالامس كانوا بيعملوا ستوريهات، فهو قال لك انت جاي تعمل احسن استعداد مش جاي تصور ستوريز. ده بالمناسبه تصريح خاص عن وليد الركراكي موجود يعني حضراتكم تقدروا تشوفوه. فالمشهد دلوقتي بنحاول نقراه من قبل المنافس، بعد كده نخش على النادي الاهلي. بتشوف استعدادات وليد الركراكي وفكره رؤيته لهذا او هذه المنافسه مع النادي الاهلي. في السابق هو قال انا صعب او هيبقى تحدي صعب والاهلي هو الاقرب للفوز، ده كان قاله عن لسانه كتصريح، بعد كده جه قال وصرح بده امبارح قال لك الفوز على الاهلي هيكون اكبر مفاجاه. فبتشوف ازاي التصريحين دول؟ بتشوف اصلا رؤيته او تحاول تقراه ازاي برضو كابتن فتحي؟ اولا حضرتك بتقول يعني ان احنا مش عايزين نخش في النواحي الفنيه، مش لان احنا ما نعرفش، احنا نعرف نتكلم. بس حضرتك ما بتحبش يعني. مش ما بنحبش، لان احنا التفاصيل الصغيره في المباريات النهائيه من الصعب جدا ان احنا نتكلم، هنتكلم في المطلق مش هنتكلم فنيات قوي. مش بشكل دقيق يعني. مش هيبقى فيه دقيق، هيبقى كلام مطلق، هيبقى كلام العام. انا شايف ان تصريحه التصريحين الاثنين سلام جدا. ليه؟ هما مش عكس بعض. هو الاول ادى للنادي الاهلي حقه وقال الحقيقه. صحيح. الحقيقه ان النادي الاهلي هو فرصته اعلى، ان النادي الاهلي هو فريق البطولات اللي احنا بنقول عليه، ان النادي الاهلي من الفرق اللي من الصعب ان انت تفوز عليها ايا كان ملعبه، بيلعب بره ملعبه، بيلعب في ملعبه وفي جمهوره، كل الكلام ده لانه تمرس على كده، ان بطولات يعني خبراته التراكميه لبطولات كاس العالم اللي كسب ثلاث بطولات الميداليات المركز الثالث في كل بطوله مرتين، مركز ثالث مركز ثالث مركز ثالث، ده بناء على ايه؟ لانه خدها بره ملعبه مش في القاهره. اذا كل دي متمرس عليها النادي الاهلي وعارفها. وفي نفس الوقت لما بيقول بقى لو احنا المفروض ان نكسب هتبقى مفاجاه، هو قال مفاجاه. طب ما هو بيقول الصح، يعني دي تبقى مفاجاه ان فريق صغير او فريق زي الوداد يعني خبراته اقل، امكانياته التاريخيه والتراكميه اقل من النادي الاهلي، مش صغير يعني فريق ضعيف، لكن انا ده وصل نهائي، معنى ان هو يوصل نهائي يعني اذا فريق قوي جدا. لكن هو قارن بقى بين فرقته بيقول هتبقى مفاجاه لو احنا كسبنا.
بيتكلم صح. ربما كمان بيتحدث هنا لان الاهلي كان اخذ 10 ايام فتره راحه ما بين طبعا المباراه الاخيره وهيبقى مباراه بكره او غدا يعني، فيمكن هو بيتحدث ان ده هيكون ضغط اكبر هيمثله المشهد على فريقه مثلا. لا طب هو النادي الاهلي سافر والسفر ده برضه فيه اجهاد. بالزبط. انت بتركبي طياره انت بتركبي طياره وبتطلعي، وعشان تروحي تركبي الطياره من هنا للمغرب 5 ساعات او 6 خمس ساعات ونص، الخمس ساعات ونص اللي انت بتركبيهم دول مش هتركبيهم يعني مش هتبقي في النادي الاهلي وتلاقي نفسك تركبي تعدي 5 ساعات ونص، ضيفي عليهم قبلها ساعتين ان انت لسه هتروحي المطار وبعدين المطار تعملي وبعدين تشيك ان وبعدين تخشي وبعدين تركبي الطياره، وضيفي عليها بعد ما تنزلي الطياره ان هناك، وضيفي عليها النزول نفسه بيأثر على الجسم ازاي والصعود بالطياره والضغط اللي كانوا فيه اللعيبه قبل حتى ما يسافروا يعني. اذا الخمسه دول تحط عليهم اذا هناك رفقا يعني طيب 10 ساعات ال 10 ساعات ما هو دولت اجهاد دولت عاوزين قدامهم يومين عشان انت اللعب. الحاجه الاكيده ان هي كما هي العاده، وكلامي ده ينطبق على دول شمال افريقيا بشكل عام، مش بس بتكلم على المغرب بتكلم على المغرب وتونس والجزائر، يعني دايما لقاءاتهم مع اي فرق مصريه او لقاءاتهم كمنتخبات مع منتخب مصر بتبقى دايما لقاءات شديده الخصوصيه وفيها دايما مساحه كافيه لوجود يعني مفاجات بعيدا عن الحسابات التقليديه زي اللي احنا بنتكلم فيها، فكره الانجازات التراكميه وفكره الثقل والتاريخ الى اخره. ولو خدنا كمان في الاعتبار تفصيله ان هم بيلعبوا على ملعبهم وفي وسط جماهيرهم وعندهم الطموح المشروع ان هم يحصدوا هم اللقب بالظبط، فدي برضو كلها امور هتخلي المباراه اكيد مش سهله. هي المباراه افتكر كده هنقولها ونحط عليها تحتها 3 4 خطوط التوفيق 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 يا رب. التوفيق لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا التوفيق في موسيماني يختار احسن مجموعه لعيبه في الوقت ده، والتوفيق ان اللعيبه تنفذ كلام موسيماني اللي هم هينزلوا في الملعب، التوفيق ان الحكم له دور كبير قوي طبعًا ان يدي كل واحد حقه، احنا مش طالبين اكتر من حقنا. وحشنا الحكم اللي من الصنف ده لا يعني ده يعني التوفيق اللي هو ما بقولش حكم في حكام ما بتعرفش او بتغلط لانها ما تعرفش، لكن الحكم اللي فاهم والحكم ده احنا الحمد لله كله راضي عنه، الفرقتين راضيين عنه. فالحكم التوفيق في انه هو برضه يقود المباراه طبعا ويوصل بالمباراه ويدي لكل واحد حقه. التوفيق في ان الفرقه نفسها كمجموعه يبقى عندها التوفيق، ما انا ممكن في لعيب بيشوط الكوره تضرب في العارضه وتطلع، في كوره تضرب في العارضه وتخش جول. صحيح. هي الكوره بس ثواني او مليمترات. طب مين اللي بيخليها كده؟ التوفيق. صحيح. شفنا اكبر مثال بالامس يعني ليفربول وريال مدريد. على كل حال نورتنا كابتن فتحي، للاسف الوقت بيجري معاك والله مش عارفه في ايه بقى. عشان قعدته جميله. شكرا لك نورتنا كابتن فتحي، بنشكرك على وجودك معانا. احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، وان شاء الله بمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتكون موجوده مع حضراتكم ومعاها كمان دكتوره دينا ابو السعود، وهيتكلموا في الموضوع في منتهى الاهميه، تكوين خلايا الدم. ابتدت النوع ده من الموضوعات تبقى ليها اهميه كبيره في الزمن اللي احنا فيه اللي مليان فيروسات ومتحورات الى اخره. ربنا يعفي عننا جميعا. فاصل.